كانت للحسين عليه السلام بنت صغيرة يحبها وتحبه، تسمى رقية، وكان لها 3 سنين أو 4 سنين، وكانت مع الأسرى في الشام، وهي تبكي لفراق أبيها ليلها ونهارها، وكانوا يقولون لها هو في السفر. فرأته ليلة في النوم، فلما انتبهت جزعت جزعا شديدا وقالت: ائتوني بوالدي وقرة عيني. وكلما أراد أهل البيت إسكاتها ازدادت جزعا وبكاء، ولبكائها هاج حزن أهل البيت، فأخذوا في البكاء ولطموا الخدود وحثوا على رؤوسهم التراب ونشروا الشعور وقام الصياح. فسمع يزيد صيحتهم وبكاءهم فقال: ما الخبر؟ قيل له: إن بنت الحسين الصغيرة رأت أباها بنومها فانتبهت وهي تطلبه وتبكي. فلما سمع ذلك قال: ارفعوا إليها رأس أبيها وحطوه بين يديها تتسلى به. فأتوا بالرأس الشريف في طبق مغطى بمنديل فوضعوه بين يديها، فرفعت المنديل وضمت الرأس إلى صدرها وهي تقول: يا أبتاه، من الذي خضبك بدمائك؟ يا أبتاه، من ذا الذي قطع وريدك؟ يا أبتاه، من ذا الذي أيتمني على صغر سني؟ يا أبتاه، من لليتيمة حتى تكبر؟ يا أبتاه، من للنساء الحاسرات؟ من للأرامل المسبيات؟ يا أبتاه، من للعيون الباكيات؟ يا أبتاه، من للضائعات الغريبات؟ يا أبتاه، من لنا بعدك؟ يا أبتاه، ليتني قبل هذا اليوم عمياء. يا أبتاه، ليتني توسدت التراب ولا أرى شيبك مخضبا بالدماء. ثم وضعت فمها على فم الشهيد المظلوم وبكت حتى غشي عليها. قال الإمام زين العابدين عليه السلام: عم زينب، ارفعي اليتيمة من على رأس والدي فإنها فارقت الحياة. فلما حركتها زينب وإذا بها قد ماتت، فارتفعت الأصوات وعلى الصراخ، وأحضر لها أهل البيت مغسلة لتغسلها. فلما جردتها عن ثيابها قالت: لا أغسلها. فقالت لها زينب عليها السلام: ولم لا تغسليها؟ قالت: أخشى أن يكون فيها مرض، فإني أرى أضلاعها زرقا. قالت: والله ليس فيها مرض، ولكن هذا من ضرب سياط أهل الكوفة، حتى متنها مجروحا من كثرة الضرب. فأمر الإمام السجاد عليه السلام بغسلها وكفنها ودفنها في الخربة.